السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة عبير عامر وخبر جديد من أخبار قناة عبير عامر. فياريت الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس على الكل عشان كل خبر بعمله يوصل لكم أول ما بينزل على طول. حادث مأساوي جديد على الطريق، مصرع وإصابة 22 شخص على أسيوط الغربي. خبر بيقول شهد طريق أسيوط الغربي مساء أمس الجمعة انقلاب سيارة ميكروباص بعد اصطدامها بسيارة ملاكي، مما أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 19 آخرون. تم نقل المصابين للمستشفى تلقي العلاج. كانت الأجهزة الأمنية تلقت إشارة من الخدمات المعنية بوقوع حادث تصادم على طريق أسيوط الغربي وسقوط عدد كبير من الضحايا. انتقل ضباط المباحث لمكان البلاغ وبالفحص تبين انقلاب ميكروباص قبل بوابة الرسوم في دهشور بعد اصطدامها بسيارة ملاكي من أسفر عن مصرع 3 وإصابة 19. تم تحرير محضر بالواقع واقتنت النيابة العامة لقرارة إيداع الجسامين للمشرحة. طلبت المباحث استكمال التحريات في الواقعة.